انطلقت أعمال مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في نسخته الثانية تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بتنظيم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. هذا وأكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أهمية تنظيم واستضافة المؤتمرات الطبية والصحية في مملكة البحرين وتبادل الخبرات مع المختصين والمعنيين بهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز وإثراء القدرات والمعرفة الطبية ويعزز فعالية واستدامة المنظومة الصحية. في نسخته الثانية وعلى مدار 3 أيام تنطلق أعمال مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تحت شعار خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، حيث سيتناول العديد من المحاور التي تبحث الكثير من المواضيع والأمور المهنية، أبرزها ترخيص مرافق الرعاية الصحية وتفعيل مبادرتي منشآت ومهن. المؤتمر هذا سيكون تجمع كبير لكل ما يتعلق بالنظم الصحية، سيتم تناول كل التشريعات واللوائح المتعلقة بترخيص المهنيين والمؤسسات الصحية واعتمادها. أيضا سيكون ملتقى للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. لدينا اجتماعات طاولة المستديرة لكبار الشركات المصنعة للدواء حتى يتم مناقشة أسباب نقص الدواء وكيفية نسهل الإجراءات أيضا لتسجيل واستيراد الدواء. وأيضا على هامش المؤتمر هناك اجتماع خليجي هام، عقد اجتماع اللجنة الخليجية الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمناقشة توحيد تصنيف وترخيص المهنيين الصحيين بين دول المجلس. هذا المؤتمر يعود للانعقاد من جديد ويسعى إلى تعزيز التواصل بين جميع الممارسين الصحيين والمهتمين بتقديم الرعاية الصحية والخدمات والمنتجات الطبية والصناعات الدوائية بجودة عالية وفق أحدث الأطر التي تعمل بها الجهات المنظمة لتلك القطاعات. وجاء المعرض المصاحب ليعزز الأفكار التي تعمل بها تلك الجهات بصورة أوسع. هذه المؤتمر يعتبر مثل منصة وفرصة لتلاقي مقدمي الرعاية الصحية ومنظميها والقائمين على تنظيم هذه المهنة في مملكة البحرين، وهي الفرصة الوحيدة اللي تجمع كل المقدمي ومنظميها والمستثمرين في هذا القطاع تحت سقف واحد لبحث جميع التشريعات واللوائح والأنظمة في خدمة هذا المجال الصحي في مملكة البحرين. طبعا تشرفنا هاي العام في تنظيم المؤتمر بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا، وكانت العودة الحمد لله ناجحة، وكان هناك تنظيم علمي قوي للمحاور والكلمات وأوراق العمل، ومشاركة كبيرة من شركات من داخل البحرين ومن خارج البحرين، وبشراكة استراتيجية من صندوق العمل تمكين. كان هناك أيضا تنظيم لاجتماع خليجي مرافق للمؤتمر، وهو أول اجتماع يقام بعد جائحة كورونا، وهناك أيضا تنظيم لعديد من ورش العمل وعديد من الأوراق والبرامج التدريبية خلال جدول المؤتمر. اجتماعات خليجية متعددة يقدمها المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، يبحث فيها أحدث مستجدات توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الطبية المعمول بها في دول المجلس ومتطلبات واشتراطات هذه الممارسة، إضافة إلى الاتفاق على مؤهلات الأطباء والتمريض والصيادلة والمهن المعاونة علاوة على مهن الطب البديل، وذلك للمواطنين الخليجيين وغير الخليجيين. يعد هذا المؤتمر منصة نقاش مفتوحة مع مختلف المتخصصين في القطاع الصحي، ويستعرض على مدار 3 أيام جهود الهيئة في دعم النظام الصحي من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين من البحرين ودول الخليج العربي. حلة الجرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.